عندي 43 سنة، جاية في إصالات أمان. أنا كان محكوم عليا بسنة. مصر بلا غارمين وغارمات. الإفراج عن مجموعة من الغارمات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات. كان عليا 35000 جنيه وسددت كلها الحمد لله. الحمد لله انا النهارده فرحانه ومبسوطه يعني من صندوق تحيا مصر. انا النهارده مبسوطه جدا ان انا خارجه طبعا لعيالي ما شفتهمش بقالي سنه ونص، والاهلي والاختي ومامتي، ومبسوطه ان انا وبابايا في نفس الوقت خارجين. صندوق تحيا مصر اللي خرج غريمات ياما جدا وغريمين ياما جدا رجعوا لبيتهم تاني وشافوا النور تاني، وفي لسه ناس تاني موجوده واحنا عارفين ومتاكدين ان الرئيس مش هيسيبهم ولا صندوق تحيا مصر هتسيبهم. ساعدتونا ان احنا نشوف عيالنا وان عيالنا ترجع لنا من تاني وحياتنا ترجع لنا من تاني.